سؤال بعد إذنك يا شيخنا، كنت عايز أعرف عن كتب يعني تفيد في علم المصطلح الحديث، يعني كتب تفيد في مصطلح الحديث. هناك كتب يعني لي أنا شخصيا في كتب، في عندي أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، وأيضا شرح علل الحديث، وتعليقات على كتاب الباعث الحثيث لابن كثير مع الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهما، وكتاب مستقل لمرحلة عالية بعض الشيء، وهو مصطلحات الحديث والمحدثين. تعال خذهم هدايا إن شاء الله. شكرا. الله يسلمك.